بسم الله الرحمن الرحيم. شعيب الحماني، طالب بسلك البكالوريوس سنة أولى، تخصص الدراسات السياسية والدستورية والإدارية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديدة. أنا كجميع الطلبة تسجلنا في نظام الباشلور اللي طبق في هذا الموسم الدراسي بعد مشاورات لمدة 3 سنوات اللي كان دارها وزير سعيد أمزازي. بطبيعة الحال هذه المشاورات كان دخل فيها واحد المجموعة من الأطر، ودخل فيها المجلس الأعلى للتربية والتعليم، وخرج هذاك المشروع ديال النظام البيداغوجي ديال الباشلور، وطبق الباشلور اللي فيه واحد المجموعة ديال الآفاق، فيه شعب اللي ما كيناش في نظام الإجازة، فيه ما يسمى بنظام الأرصدة، فيه واحد المجموعة، فيه أنه نظام دولي ممكن أن الطالب يبدأ مثلا السنة هنا ويكملها في أي جامعة بغى في المغرب أو في خارج المغرب، يعني هو نظام دولي كيمكن الطلبة من أنهم ينتقلوا من مكان إلى آخر. هذه كلها أمور اقتنعنا بها ودرنا هذا النظام وحبيناه وبغينا ندمجه، فإذا بنا نتفاجأ في منتصف السنة وصل امتحانات بوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار السيد عبد اللطيف الميراوي كيخرج بواحد التصريح صحفي اللي كيعلن فيه إلغاء ديال نظام الباشلور دون أن يعطي مبررات ولا أسباب ديال هذا الإلغاء، وبلا ما يعطي أيضا الحلول المقترحة لأكثر من 24 ألف طالب في المغرب. 24 ألف طالب في المغرب اللي دايرين هذا النظام الباشلور، ما عطاهمش حلول وما عطاش أسباب الفشل. فالوزير كيقول نظام الباشلور فشل، على أي تقييم داروا؟ شنو الميزان اللي داروا باش يقول بأن النظام فشل، علما أننا حنا أول فوج كيقرأ في نظام الباشلور، أول فوج ديال نظام الباشلور. يعني الوزير إلا بغى يأكد الفشل ديال نظام الباشلور خاصو يتسنانا حنا اللي أول فوج حتى نتخرجوا من هنا 4 سنين، عادي يعلن على إلغاء نظام الباشلور ويقول فشل ويقول أسباب الفشل. أما الآن فالوزير إلا قال بأن نظام الباشلور فشل، فيا إما أنه هو ما رصدش ليه المجهودات اللي خصها تنجح، ما رصدش ليه الاطر، ما رصدش ليه التمويل، ما رصدش ليه واحد المجموعه ديال الامور، او ان الطلبه المغاربه مابقاوش قادرين يقراو. بالعكس، الطلبه المغاربه اليوم يثبتون على انهم قادرين على الاندماج وعلى قادرين على المشاركه في اصلاح المنظومه التعليميه على ظهرهم، وقبلنا اننا نكونوا في ايران تجارب، ما عندناش مشكل نكونوا في ايران تجارب في نظام الباشلور، ومقتنعين به وكنتمناو انه يبقى طبيعة الحال، وكنطالبوا بالبقاء ديال نظام الباشلور الى غايه التخرج ديالنا، لانه كنعرفوا بان نظام الاجازه اللي باغي يردونا ليه الاجازه الاساسيه ابان عن فشله. فالنظام الاجازه اليوم لا يخرج الا جيش من العاطلين، حتى وزاره التربيه والتعليم راه ما بقاتش كتاخذ الناس ديال الاجازه الاساسيه، راه غتولي تاخذ الناس ديال علوم التربيه، خريجي كليات علوم التربيه اللي هما متخرجين من كليات علوم التربيه، ماشي الاجازه الاساسيه. اذا الاجازه الاساسيه اليوم ابانت عن فشلها. اولا الوظيفه العموميه الناس ديال يعني الحكومه براسها كتخلى على الطلبه خريجي الاجازات الاساسيه. ثاني حاجه 13% فقط من الطلبه ديال نظام الاجازه هما اللي كياخذوا الاجازه ديالهم في 3 سنين، يعني في الوقت المحدد. ثالث حاجه 20% من الطلبه، اكثر من 20% من الطلبه ديال نظام الاجازه كيخرجوا من الجامعه دون حصولهم على الاجازه، بالاضافه الى انتاج جيش من المعطلين، بالاضافه لان الاجازه ليست بنظام دولي، فهي نظام محدود يطبق في فرنسا وفي بعض الدول الافريقيه التي تتكلم الفرنسيه والتي سبق لفرنسا ان استعمرتها. شكرا للصحافة على مساندتنا في هذا الملف المطلبي، وتحياتي لكم جميعا. السلام عليكم، نقدم راسي بعدا، انا ماجدة شملال، طالبة ديال الباشلور تنقرا في مدينة الجديدة. انا كطالبة كأي طلبة الاخرين كتنوجد الامتحانات ديالي عادي، تنقرا عادي في واحد النظام جديد اللي سميتو الباشلور، اللي كانت عنده مميزات كثيرة، يعني من ناحية اللغات، من ناحية يعني شوف الخدمة وداكشي الدومين اللي فيه وداكشي من بعد، واختاريته يعني عن اقتناع وبغيته وعجبني بزاف. لكن نكتشف مؤخرا باللي الوزير صرح بواحد التصريح ديال انه باغي يلغي الباشلور، حيت ما دارش داكشي علاش دار، ما يعني ما بقى فيا الحال بزاف، يعني انايا النفسيه ديالي تحطمت بزاف،
والوالديا تيبقاو يسولوني شنو كديري، تنفاجئهم باللي الباشلور راه تحيد، وحتى حد فينا ما عارف علاش هذا القرار دار، يعني شنو هو المصير ديالي انا كطالبه وك 24 الف طالب كاين في المغرب، يعني شنو هو المصير ديالنا؟ خاصنا الحلول لهذا بعدا، خاصنا السبب علاش تحيد الباشلور، علاش باغي تلغى، وبغينا حل، يعني واش غادي يجيو غادي تحيدوا لينا، شنو غيكون المصير ديالنا حنا؟ خاصكم تعطيونا حل مزيان لينا. وانا صراحه يعني كراي شخصي الباشلور كان نظام لي زوين وما عنده امتيازات كثيره وما بغيتوش يحيد، وغادي باغي نكمل فيه ان شاء الله، ونتمنى ان الوزير يتراجع على القرار ديالو وما يحيدوش. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.